ما هي خطورة البعد عن الله سبحانه وتعالى؟ وكيف تعلم أنك بعيد عن الخالق عز وجل؟ إليك أخي الحبيب 19 علامة تدل على البعد عن الله، فاحذرها. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، ما أجمل الإنسان عندما يشعر بقربه من مالك هذا الكون، ما أجمل ذلك الإحساس عندما تشعر أن الله قريب منك. الله يطلب منا أن نتقرب إليه، فهو قريب منا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا الله سبحانه وتعالى قريب، ولكن المطلوب منك أن تقترب من الله عز وجل. الحقيقة أول علامة من علامات البعد عن الله، أنا هذه العلامات أحببت أن تختبر نفسك الآن إذا كان موجود بعضها أو كلها، تستطيع أن تختبر درجة بعدك عن الله، لأن هناك مقامات ومراتب ومنازل للبعد والقرب من الله عز وجل. تدني الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ما يعني كيف أعرف أن إيماني ضعيف؟ هذه أولى علامات البعد عن الله. أستمع إلى القرآن لا أتأثر به، أرى الباطل لا أنكره على الأقل في قلبي، أرى الحرام لا أنكره. إحساسي بالله عز وجل ضعيف جدا، إحساسي بمراقبة الملك سبحانه وتعالى ضعيف. فلذلك ضعف الإيمان وتدني مستوى الإيمان، هذا أول علامة من علامات البعد عن الله عز وجل. القضية الثانية أيها الأحبة، ترك العبادات. يعني الإنسان عندما يبتعد عن الله وينسى لقاء الله وينسى أصلا أن الله قريب منه، يتساهل في ترك العبادات، يترك الصلاة، يترك الصيام، يترك قراءة القرآن، يترك بر الوالدين وهو من أهم العبادات والقربات إلى الله عز وجل، يترك الصدقة، لا يعود لديه إحساس بالفقير، إحساس بالمريض، إحساس بالمظلوم، تختفي هذه المشاعر، يتحول إلى إنسان يلهث وراء الحياة الدنيا. هذه علامة مهمة من علامات البعد عن الله، احذر إذا كانت فيك هذه العلامة، أصلحها فورا. العلامة الثالثة، ارتكاب المعاصي من دون الندم. يعني إنسان ينظر لأفلام إباحية ولا يشعر بشيء، لا يشعر بذنب، لا يشعر بندم، لا يشعر بأنه أخطأ، بل أصبح منسجما مع المعصية، أصبحت جزءا من حياته. وهذا أمر منطقي وعلامة منطقية من علامات البعد عن الله، فكلما ابتعدت عن الله أنت تقترب من الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يريد أن يغويك ويزين لك حب المعصية، يزين لك العمل السيء. وبالتالي أخي الحبيب ينبغي أن تحذر، إن كانت هذه العلامة موجودة فيك سارع منذ هذه اللحظة إلى التوبة إلى الله، لا تدري متى ينتهي الأجل. القضية الرابعة، كثرة التعلق بالأشخاص وبالماديات وبالدنيا مع نسيان وجود الله في حياتك. يعني تجد نفسك ينطبق عليك
هذا الكلام كلام الله عز وجل. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني تفرح عندما يذكر فلان من ذوي المناصب أو ذوي المال أو ذوي السلطة أو الشهرة، وعندما يذكر اسم صحابي أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو شخص يفسر آية من القرآن تجد نفسك أنك تبتعد عن هذا الأمر وترتاح عندما تسمع الأغاني مثلا على حساب القرآن. هذه علامة أيضا خطيرة من علامات البعد عن الله. العلامة الخامسة أفكار سلبية تأتيك باستمرار. الأفكار السلبية أخي الحبيب تدمر حياة الإنسان، تشعره باليأس. يعني إذا أصابك أقل مكروه تشعر باليأس، إذا فشلت في عمل تيأس، فتجد أن البعيد عن الله حياته معطلة لا ينجز شيئا. القرب من الله، إحساسك أنك قريب من الله يجعلك تنجز عملك بنجاح، يجعلك ذا طموح وتعمل على تحقيق هدف مهم له معنى في هذه الدنيا. فإذا هذه العلامة احذرها، كثرة الأفكار السلبية، التفكير بالشر، التفكير بالهم، التفكير بالخوف من المرض مثلا، أفكار سلبية تأتي باستمرار نتيجة البعد عن الله. مصدر هذه الأفكار هو الشيطان طبعا. العلامة السادسة الإحساس الدائم باليأس. فعلا كثير من الناس اليوم فقد الأمل بالمستقبل، ليس لديه أمل، ليس لديه طموح. يقول لك الظروف المحيطة بي كلها تدعو لليأس. هذه علامة من علامات البعد عن الله، لأن سيدنا يعقوب عليه السلام قال لأبنائه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كافر يعني بعيد عن الله تماما. العلامة السابعة قد يصاب الإنسان بالغرور. من علامات البعد عن الله التكبر والغرور، وسبحان الله هذه علامة ظاهرة لدى كل من هو بعيد عن الله، لأن هذه الصفة الشيطان يدعوك، لأن الشيطان هو أول من مارس التكبر عندما استكبر عن أمر الله. قال الله له عندما رفض السجود لسيدنا آدم أستكبرت أم كنت من العالين. فعلامة الكبر والتكبر والغرور من خصائص الشيطان، والشيطان يغذي فيك التكبر والعنصرية والغرور والتعالي على عباد الله. العلامة الثامنة كثرة ظلم الناس. الإنسان القريب من الله يستحيل أن يظلم أحدا، لا في معاملاته ولا في تجارته، ولا يغش ولا يكذب على الناس، ولا يروج للسلعة فاسدة، لا يظلم زوجته أو أولاده، لا يظلم جاره، لا يظلم أحدا. دائما الظلم والاعتداء على حقوق الآخرين من صفات أو من علامات البعد عن الله سبحانه وتعالى، فاحذر أخي الحبيب. العلامة التاسعة عدم الرضا. سبحان الله هذه ميزة فعلا. يعني انظر، دائما القريب من الله تجد لديه رضا بأي شيء، مهما كان رزقه قليل ومهما كانت ظروفه تعيسة تجد لديه الرضا. تسأله يقول لك الحمد لله وهو يبتسم، حتى لو كان يعاني من أشد أنواع المرض يقول لك الحمد لله وهو يبتسم، لديه رضا بقضاء الله لأنه يشعر أن الله قريب منه. البعد عن الله هو سبب كل المشاكل أخي الحبيب. لذلك عدم الرضا عن الحياة، وهذا يكثر عند
كثير من الناس وبخاصة النساء لا ترضى عن حياتها، فترهق زوجها وتطلب منه المزيد والمزيد، حتى ربما يسرق، ربما ينحرف، ربما تحدث مشاكل أخرى. فلذلك الرضا هو من أهم علامات القرب من الله سبحانه وتعالى. العلامة العاشرة الانشغال بالدنيا. فعلا الإنسان عندما يقترب من الله يرجو لقاء الله، يعمل لمرضاة الله، يعمل للآخرة. عندما تبتعد عن الله تستحوذ عليك الدنيا ويستحوذ عليك الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، فتنشغل بالدنيا وتلهث وراء الملذات والدنيا حتى يأتيك الموت بغتة أو فجأة، فتجد نفسك تقول يا حسرتي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله والعياذ بالله. العلامة الحادية عشرة الحسد. فعلا الإنسان البعيد عن الله يحسد الناس، حتى لو كان غنيا يتمنى زوال النعمة عن أي إنسان أفضل منه، أي إنسان عنده ميزة يحسده. إذا أردت أن تتخلص من الحسد تقرب من الله عز وجل، لأن تقربك من الله وإحساسك أن الله موجود، يعني هذا الأمر يجعلك تعتقد أن كل الأمور بيد الله، والرزق بيد الله، وأن الله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وأن الله يبتلي من يشاء، الله يعطي الملك لمن يشاء، ينزع الملك ممن يشاء، فكل شيء بيد الله، فترتاح نفسيا، فيصبح لديك قناعة، فلا تحسد أحدا، لأنك تعلم أو ستدرك عندما تكون قريبا من الله أن هذه النعمة التي أنعمها الله على هذا الإنسان ربما تكون فتنة له، ربما تكون سببا في دخوله النار والعياذ بالله. وبالتالي التخلص من الحسد أن تتقرب من الله وتشعر بمراقبة الله لك. العلامة الثانية عشرة الخوف من الشيطان. فعلا الإنسان يعني كنتيجة منطقية للبعد عن الله، وجود الله في حياتك يعني الأمان والطمأنينة والرضا والسعادة. مجرد أن ابتعدت عن الله اقتربت من الشيطان. الشيطان يعيدكم الخوف، يعيدكم الفقر، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن يصبح لديك خوف من الشيطان، هذا الخوف يولد الوسواس، يولد اليأس، يولد القلق، مشاكل في النوم، يولد مشاكل في البيت. لذلك إذا أردت أن تتخلص من الخوف من الشيطان تقرب من الله عز وجل الذي يدعوك ليغفر لك، يدعوك ليرزقك، يدعوك ليرحمك. العلامة الثالثة عشرة قلة ذكر الله. هناك من الناس فعلا من تمر عليه الأيام والأشهر لا يذكر الله تعالى، طيب أنا عندما أشعر أن الله قريب مني أتلذذ بذكره، أتلذذ بتلاوة القرآن، أتلذذ بالأذكار، عندما أقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا وجود إحساس أن الله قريب مني، وجود هذا الإحساس عندي يجعلني دائما الذكر، بينما عندما تبتعد عن الله تبتعد عن ذكر الله وتقترب أكثر من الشيطان. العلامة الرابعة عشرة عدم الصبر على البلاء. فعلا اليوم كثير من الناس يتذمرون، إذا أصابه مرض يحزن، يكتئب، يقول يا رب لما أصبتني بهذا المرض، وهو نسي أن المرض هو بلاء من الله، هو اختبار لك،
الله يحب أن يسمع دعائك، يحبك أن تلجأ إليه. طب كيف تلجأ إلى الله من دون بلاء؟ عندما يغدق الله المال على عبد من عباده، ربما يطغى، ربما ينسى، ربما ينشغل بالدنيا. فالمرض هنا والبلاء أخي الحبيب هو وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل. فعندما تكون غير راضي عن هذا البلاء، إذن أنت بعيد عن الله عز وجل. العلامة 15 عدم التفكير بالآخرة. فعلا تجد أن الإنسان كلما تقرب إلى الله زاد حبه للآخرة، زاد حبه للجنة، زاد حبه للقاء الله. وكلما ابتعد عن الله ابتعد عن الآخرة، يخاف من الموت، تجده يخاف من الموت، لا يحب أن يتذكر القبر، لا يحب أن يتذكر الموت، لا يحب أن يتذكر لقاء الله. هذه علامة خطيرة من علامات البعد عن الله، أصلحها الآن إذا كانت موجودة فيك. العلامة 16 أن تنشغل بتوافه الأمور. يعني تجد أن الإنسان ينشغل بكل شيء إلا بذكر الله، ينشغل يفكر بكل شيء من حوله، يفكر في الأغاني والمسلسلات وماذا فعل فلان وماذا قدم فلان وأمور الحياة، وينسى تماما وجود الله في حياته. إذا كانت فيك هذه العلامة السارع للتخلي عنها وتقرب إلى الله، عندما تتقرب من الله تجد نفسك أنك تحب أن تسمع كلام الله وهو القرآن، تحب أن تقوم بعمل صالح، تحب أن تصبر، تحب أن تحسن للناس. العلامة 17 البخل. فعلا الإنسان يقبض يديه عن العطاء. ما هو السبب؟ البعد عن الله. كلما تقربت إلى الله أكثر تحب أن ترضي الله، والصدقة من أهم الأعمال التي يرضى الله بك، يرضى عنك بهذه الصدقة. الله يرضى عنك إذا أكثرت من الصدقة والإنفاق وتخلصت من البخل. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن البخل هو علامة من علامات البعد عن الله أخي الحبيب، احذرها. العلامة 18 عدم الشعور بالأمان، لا تشعر أنك آمن، دائما تشعر، دائما لديك قلق، قلق من المستقبل، قلق من الأحداث الجارية، قلق اقتصادي، تخاف من الفقر، قلق تخاف على مستقبل الأولاد. والله كتب كل شيء يعني. فعندما تقترب من الله أكثر تستيقن أن كل شيء مكتوب عليك وعلى أولادك وعلى أهلك، ترتاح تماما. إذا أردت أن تحصل على الأمان تقرب من الله سبحانه وتعالى. بعدك عن الله يفقدك الإحساس بالأمن. السبب 19 كثرة الشكوى. تجد أنك دائما ما تشكو، وكأنك تشكو الله لعباد الله سبحانه وتعالى، لديك شكوى وتذمر وعدم رضا. أي شيء يحدث معك تشكوه للناس. يا أخي إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ضع همومك بين يدي الله. فعندما تقترب من الله تعلم أنه إله كريم، أنه يراك، يسمعك، يجيب دعائك. وبالتالي تجد نفسك في أي مشكلة تلجأ إلى الله مباشرة. عندما تبتعد عن الله تجد نفسك أنك تلجأ للبشر. والإنسان ماذا يفعل للإنسان؟ لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الإنسان لا يستطيع أن يفيدك بشيء. فابتغوا عند الله الرزق. هذه طبعا علامات أخي الحبيب اخترتها، وهناك علامات كثيرة جدا، ولكن المعادلة هنا أنك كلما ابتعدت عن الله
فأنت ابتعدت عن كلام الله، ابتعدت عن الأعمال الصالحة، ابتعدت عن الأمان، ابتعدت عن السعادة، واقتربت أكثر من الشيطان، أي اقتربت من الخوف، اقتربت من الوساوس، اقتربت من اليأس، من عدم الرضا، من كثرة الشكوى، اقتربت أكثر من الدنيا، اقتربت أكثر من القلق والاكتئاب. لذلك احرص أن تكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يناديك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. دائما أخي الحبيب، الله يريدك أن تكون قريبا منه ليمن عليك، ليظلل حياتك بالسعادة والأمان والطمأنينة والحياة المطمئنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالقرب منه وأن يبعدنا عن الشيطان وعن الدنيا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.